طرحت مديرية أمن سوهاج عددا من شوادر بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بمحافظات مصر المختلفة لمحاربة جشع بعض التجار واحتكار بعض الخضروات والسلع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها. هذا ورحب المواطنون بسوهاج بالمبادرة، مؤكدين على توافر جميع الخضر بأسعار مخفضة عن السوق بشكل كبير، آملين في استمرار تلك القوافل. المعارض دي بتفيد المواطنين في سوهاج هنا ان تبيع باقل اسعار عن الاسواق بره ب 2 جنيه و3 جنيه، وهتحارب الغلاء. وجميع انواع الخضروات والفاكهه موجوده، وكل المواطنين لهم حريه النقاوه في جميع الاصناف. الحاجه طازه ورخيصه يعني، وجديده كده، وثمنها رخيص. المبادرة كويسة، افادتنا كتير، الاسعار كويسة في متناول الجميع، ماشي وقريبة من البيت ونفعتنا كتير عن بره يعني.